الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في الجامع من شعب الإيمان رضي الله عنك ومريم أحسن الله عليك، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، ما يعرف ذلك إلا ما فتح الله بصيرته وعلم الفضل لأهله. تفضل. قال الإمام البيهقي رحمه الله في الجامع من شعب الإيمان، وما زلنا مع الكلام عن التوبة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد بن علي بن محمد بن علي العلوي وابو القاسم عبد الواحد، وساق السند الى عمر رضي الله عنه انه يقول: توبوا الى الله توبه نصوحه. قال رضي الله عنه: والرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد ان يعمل به ولا يعود. الله المستعان. الله يجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، ونسال الله. طبعا كل احاديث التي جاءت هنا كلها على الندم توبه، وان من ندم فقد تاب، ومن تاب تاب الله عليه. لكن أيضا ما زلنا مع هذا الحديث العظيم وبعض الأمور المسائل المهمة التي تكلمنا عنها، تكلمنا عن أنها يعني حتى إذا زل النبيل، النبيل قد يزل، لكن النبيل إذا زل النبيل فرجع، هذه دلالة على نبله ودلالة على فضله، أنه عندما تراجعه ويجد أنه الحق ليس معه يرجع سريعا. هذا رأيته في شخص أيضا الذي له فضل عليه وطوقني، رأيت فيه هذه الصفة الرائعة الراقية، وهذه صفات الله المستعان. يا رب نسأل الله جل وعلا أن يتم عليه صفات الخير والنبل، وأن يفهم ويعقل، ولا يقدم دنيا على آخرة بحال من الأحوال، ويجعله من أهل الآخرة، ويجعله ممن يسعى إلى رضوان ربه جل وعلا والآخرة. وجدت فيه صفات عظيمة جدا، حتى لو أنشأ عداوة فإنه ينصف جدا، لا يبخس الحقوق، وأيضا إذا فهم خطأ يتسرع جدا في الشدة وفي الغضب، فإذا روي أو تريث ثم بين له الحق يرجع سريعا. سبحان رب، يرجع سريعا. إذا قيل له تراجع قلت تراجعت انتهى، هذه صفة ليست في أي أحد. لذلك لا يمكن يكون الله جل وعلا اصطفاه أو اصطفى له هذه الصفات إلا هو يريد به كل الخير. أسأل الله جل وعلا أن يذهب عنه الدنيا بأسرها، وأن يجعله من أهل الآخرة، وأن يجعله ممن ينظر بعين الجنة، لا بعين هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، ولا بهذه الأسباب المادية التي تملكت القلوب، بل ينظر إلى ما عند الله من جواروت وقوة وقدرة سبحانه جل في علاه. فهي هنا ما شوف عائشة نبيلة جدا، نظرت إلى سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة عندما قال لا والله لا تستطيع، فقال له سيد بن حضار والله لنقتلنه إنك منافق تنافع عن المنافقين. قالت كان رجلا صالحا، لكن أخذته الحمية. شوف اعتذرت له، ويدلك على ذلك أن السلام يعلم بفضل سعد بن عبادة. لذلك لما خفض الحيين لم ينكر على سعد بن عبادة، لم ينكر عليه، ولم يقل له كيف تدافع الرجل المنافق وانت تعلم أنه تكلم في أهلي وما علمت عن أهلي إلا الخير. وهو ما دافع عنه لأنه تكلم، هو دافع عنه لأنه إيش من قومي وهو سيد القوم، فقط من أجل المسألة المعروفة التي كانت بينهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الفضل في هذا الباب أيضا المسألة التي فيها النصح، فالناصح الأمين يكون خير عون لأخيه. الناصح الأمين بيكون خير عون لأخي. الناصح الأمين مثل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أسامة له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا أيضا فيها فائدة كبيرة جدا، أن الذي يعلم يعني تراه يستنصح حتى ولو كان صغيرا، ما دام عاقلا ما دام عالما، لأن المسألة ليست على السن. أنا كنت أقول لأخ كريم له عقلية أحترمها جدا، مع أنه أيضا خفيف العقل عندما يغضب، لكنه عنده عقلية رصينة جدا، كنت أقول له أنت الصغير العجوز، لماذا عقليته راقية جدا؟ وهو هذا كان ابن عباس كذلك، قالت تدخل عين هذا الحدث وأولادنا أكبر منه. فراد أن يبين عمر بن الخطاب وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداؤه. فدخل فسألهم فلم يعرفوا عارف ابن عباس رضي الله عنه. لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد له به خيرا يفقهه في الدين، فكان استشار أسامة، فأسامة قال له أهلك يا رسول الله والله ما علمنا عن أهلك إلا كل الخير. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم
علي بن أبي طالب أنه قال قولا لم ينظر فيه إلى عائشة لكن نظر فيه إلى النبي ووظيفة النبي. قال النساء غيرها كثيرات. النساء غيرها كثيرات يعني كما قال عمر الخطاب لا يبكي على الحب، لما قال الرجل لعمر الخطاب قال يا رجل والله إني لا أحبك، قال بغضك لي يجعلك تمنعني حقي، قال لا أعوذ بالله، قال إذن لا يبكي على الحب إلا النساء، اذهب لا يبكي على الحب إلا النساء. فهو يقول له النساء غيرها كثيرات لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حقا ويريدها حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حبه لها ظاهر، حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ظاهر جدا. ف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجارية قال واسأل الجارية تقول لك، قال فقالت الجارية كلاما عجيبا، قالت يا رسول الله والله ما أغمس عليها شيئا، إنها كانت حدث السن يأتي الداجن يعني يأكل عجينها. وهي قالت فيها كلمة أخرى، قالت هي أطيب من طيب الذهب، قالت والله يا رسول الله إنها أطيب من طيب الذهب. شوف خد قالت ما رأيت عن عائشة على عائشة شيئا أغمس عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت عائشة فقام عن المنبر حتى استلبث الوحي يستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، وأكد وطبعا أكد هذا الأمر من كان من نصيحة زينب. شوف درة وقالت بالأصل، فقالت قالت يا رسول الله أهلك يا رسول الله والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير، أحمي سمعي وبصري وحماها الورع. فقالت عائشة شوف المكافأة، قالت وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله من النبل في هذا الباب. فيها أيضا أنه هو يعني أقيل ذوي الهيئات العثرات، أقيل ذوي الهيئات العثرات يعني ما قاله سعد بن عبادة يعاتب عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عتبه لأن المسألة كانت حمية. وأيضا إقالة العثرة إن لم يرتكب إيش حدا، فالحد لابد أن يقام، الحد لابد أن يقام. وهنا أيضا إحسان الظن بالله جل وعلا، أن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقرأ القرآن كثيرا، ولذلك قالت له لا أرى مثلا لي ولكم إلا كمثل أبي يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. العجيب العجب كل عجب أن هناك من لا يعقل هذه المسائل يأخذ الآية على غير وتيرة، يعني يأخذ المذنب وغير المذنب وفي في في طبقة واحدة ويبقى يحتج بالآيات. وهذه أيضا مشكلة أخرى وهي مشكلة الإسقاط، مشكلة الإسقاط أو الاستدلال في غير المحل. لكن عائشة لما قالت ذلك كان في محله، لذلك الله جل وعلا أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مكانة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ويبقى لنا أيضا مكانة أبي بكر الصديق عندما قال لا أنفق على مصطح، قال الله تعالى ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ما ارتاح عبد القط إلا إذا سلم نفسه حقا لربه جل في علاه، فعمله ولم يعامل الناس في هذا الباب. وهذه النبل العظيم في هذا هو أبو بكر، قال لا بلى أحب أن يغفر الله لي، فعاد النفقة لمصطح. وهو الله جل وعلا عندما بين شوف يعني الحق له أنه رجل يتكلم في عرض ما سبه لكن منع النفقة، فالله جل وعلا قال لا أنت مثلك لا لك مكانة فلابد أن تكون في هذه المكان. ولذلك ذكره الله تعالى في القرآن بالجمع، قال فلا يأتري أولو السؤال كيف بلغ إلى هذه المنزلة، كيف بلغ هذه المنزلة عند ربه والله جل وعلا يتحدث عنه بالجمع، ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. وهنا مصطح قد أتى حدا، قد قذف ومن عائشة الحصان الرزان، ومع ذلك أو تكلم بما تكلموا به ولذلك قيم عليه الحد، ومع ذلك شوف الله تعالى يقول لا بغسل الحقوق ولا تلو الفضل منكم والسعة هذه لأبي بكر. والسؤال لابد أن نفهم كيف بلغ هذه المنزلة عند ربي جل في علاه أن الله جل في علاه يتحدث عنه وأحاد خلقي بالجمع، يقول أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، والقربى مصطح الكلام كله على مصطح هنا، والقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله.
ما أهدر الله جل في علاه أنه هاجر في سبيل الله. المعصية لا تهدم الحقائق التي عند ربه جل في علاه، لذلك المعصية نفسها الله تعالى هدمها بإقامة الحد عليه عشان تبقى الحقائق والرواسخ عند الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني شهد لمصلح بالإخلاص وهو كان بدريا، لذلك هدم الله له هذه المعصية وهذا الحد، هدمه بإقامة الحد عليه فلا يسأل عنه يوم القيامة. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وهنا الجزاء من جنس العمل. كيف تعامل عباد الله جل في علاه؟ إن الله سيعاملك بما تعامل عباد الله جل في علاه. أسأت الظن سيجعلني يسيئون بك الظن، أحسنت الأمر تجنبت للمفسدة فإن الله تعالى يجنب عنك المفاسد، فعلت لإصلاح الجميع الله تعالى إن رأى منك الصدق في ذلك يصلح الجميع ويصلحك أنت قبل أن يصلح الجميع. هذه بعض الفوائد أيضا في هذا الباب، وإلا لن ننتهي من هذه القصة العظيمة التي عليها مدار الأمر، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم كان ما استطاع. هنا نبدأ بالشافعي لأنه كما قلت صاحب هذا الكتاب له مكان عندي فوق المكانة، يعلمها أو لا يعلمها أنا لا يعنيني، إن كان جاهل لا يفهم هذه المسألة ولا يعقلها ولا يعرف كيف يقدرها، هذا له عنده عند ربي يخسر أم يربح. أنا ما عندي لابد أن يكون ولا أدلس عليه مكانة فوق المكانة، وأنا سأفي بهذا الكتاب إلى مماتي وأقول حقا هذا الذي أراه بعض حقه وليس هو حقه أبدا أبدا، هذا بعض حقي. وأسأل الله جل في علاه أن يرزقني أن أسعى للإفاء بالحق، فله من علي يعلم الله بها إلى يوم القيامة. على الأقل يعني أخذ بيدي بأطيب ما يكون ووضعني على طريق كنت عليه أول في نعومة أصفاري عندما كنت مع ربي جل في علاه، وإن لم يكن متكاملا لكنه كان على الطريق، ومن صار على الدرب يصل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.